مشاهدي قناة شوف تيفي مساء الخير عليكم، مساء النور للجميع مباشرة من مدينة مكناس. غادي نديرو جولة في الهديم ونشوفوها بالليل كيف كتكون دايرة. مساء النور مساء الخير للجميع مباشرة من مدينة مكناس من ساحة الهديم. غادي نديرو جولة وغادي نشوفوه بالليل كيف كيكون داير. فاتي مساء النور عليك وانت كذلك، وسي سمير مساء الخير عليكم مباشرة من ساحة الهديم بمكناس. محمد هندية شكرا لك محمد، تبارك الله عليك على خطيك. مرحبا بالناس اللي معايا معانا في هذا البث المباشر. شي مرا تعطل على راسها في العشاء صدق على الثاني طلعي لها على ظهري. الله يحفظكم اولاد الخير، الله يخليك الحبيب، الله يخليك. شكرا خويا ميرسي. ماينو كيفاش ان شاء الله؟ اونترو ديال الله يحفظكم الشباب ديالنا. بون كوراج. زيده الله يحفظكم. مشاهدي قناة شوف تيفي خليناكم مع هذه الفقرة الموسيقية اللي كيقدموها ناس الغيوان ديال مكناس، معروفين من ناس الغيوان اللي تبارك الله عليهم. كنعتذروا على الضو اللي ما كاينش هنا، بزاف التعليق كيقولوا الضو ناقص، كرهنا مكناس على الضو اللي ما فيهاش، فالله يشعل ضوها يشعل ضوكم حتى نتوما ان شاء الله. حنا الان مباشرة من مدينة مكناس من ساحة الهديم. يا سلام
هنايا في ساحه الهديم كيكونوا الحلاقي بزاف، وكانت هذه اخر حلقه اللي مشو مشاهدي قناه شو تي في اللي كنا فيها دابا، نتاع معروفين بناس الغيوان، مجموعه ما شاء الله عليهم تبارك الله عليهم، عندهم ما يقولوا. فداك السحور ما يدورش هنا شنو هي الحاجه اللي كاينه في السماء وما كايناش في الماء؟ شنو هي الحاجه اللي كاينه في السماء وما كايناش في الماء؟ حاجه ما كاينه في السماء وما كايناش، واخا تقلب عليها في الماء ما كايناش، كان الجواب ديالك هو حفصين. حفصين ابرك اذا مشاهدي قناه شوف تي في، مساء النور عليكم، مساء الخير للجميع. الى هنا وغادي نهي هذا البث المباشر، دمتم بالف خير، والى بث مباشر اخر في مكان اخر وموضوع اخر، دمتم بخير. Yeah.